فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اسمع يلي ما صليت العشاء الى الان، اسمع يلي جالس اسمع كلامي، ترى الله جلسك وسمعك يبغاك تقوم تصلي. لا يجيك الموت تدخل قبرك وانت باقي ما صليت العشاء. لا تخرج روحك من هذه الحياة الدنيا وانت مستهين بهذه الصلاة. لا تخرج روحك ويتوقف قلبك وتدخل الى قبرك وانت لا تصلي، فوالله الذي لا اله الا هو انه عذاب ينتظر تارك الصلاة. يعني يصلي بس اللهم انه ينام عنها ويأخر عن وقتها. وما اكثرهم في زماننا هذا. كثير لما يصحى للمدرسة صلى الفجر، ولما يرجع من المدرسة ويتغدى ينام الى صلاة العشاء ويقوم يجمع عصر ومغرب وعشاء. قسما بالله من هذا حاله ان لم يتب ويرجع فهذا هو عذابه في قبره. فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Don't forget to subscribe us and to enable notifications.